بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نتناول الصفحات 41 42 43 من كتاب المرجع في الرياضيات للمستوى الثاني ابتدائي. نصل الكتل بالكفة المناسبة. إذن 2 كيلوغرام 1 كيلوغرام. إذن هنا الكفة التي تكون يعني في أسفل هي التي تحمل يعني أكبر كتلة، والكفة التي تكون يعني إلى أعلى مرتفعة فهي تحمل يعني أخف كتلة. إذن لدينا 2 كيلوغرام 1 كيلوغرام، الأكبر هو 2 كيلوغرام. إذن هنا 2 كيلوغرام وهنا 1 كيلوغرام. هذا الميزان، لدينا الكفتان متساويتان، يعني هذا الوزن يساوي هذا الوزن، 200 كيلوغرام 100 غرام 100 غرام، إذن 100 زائد 100 200، إذن الكفتان متساويتان، الكتلتان متساويتان. هذا الميزان، نلاحظ هذه الكفة يعني في الأسفل وهذه الكفة في الأعلى. هذا الميزان، نلاحظ أن هذه الكفة يعني منخفضة وهذه الكفة مرتفعة. إذن هذه الكفة المنخفضة تكون كتلتها أكبر من كتلة هذه الكفة، 200 زائد 200 400، وهنا لدينا 500. إذن 500 هنا و 400 هنا. أحيط المادة التي يمكن أن تزن كيلوغراما واحدا. إذن لدينا هذا الميزان 1 كيلوغرام. إذن ما هي المادة التي يمكن أن تساوي 1 كيلوغرام؟ زبدة، سكر سنيدة، ملح، شوكولات. إذن سكر سنيدة هذه المادة التي يمكن أن تزن كيلوغراما واحدا. ألاحظ وأعبر عن كل كتلة بالكيلوغرام. إذن بالنسبة لهذا الأرنب هنا 1 كيلوغرام 2 كيلوغرام، يعني كتلة الأرنب 3 كيلوغرام. في هذا الميزان نلاحظ أن يعني هذه الدجاجة تزن 1 كيلوغرام 1 كيلوغرام، يعني 2 كيلوغرام. وزن هذا الكيس 1 كيلوغرام 2 كيلوغرام 2 كيلوغرام، يعني 1 زائد 2 3 زائد 2 5. أثبت تعلماتي. لقياس كتلة نستعمل الكيلوغرام ونكتب كيلوغرام، والغرام نكتب غرام. 500 غرام زائد 500 غرام تساوي 1 كيلوغرام. هنا في هذا الميزان لدينا أرنب ولدينا في الكفة الأخرى 2 كيلوغرام، يعني وزن الأرنب 2 كيلوغرام. في هذا الميزان الكفة الأولى تفاح، وفي الكفة الثانية يعني كتال. هنا 500 زائد 1 600، يعني أن كتلة التفاح تساوي 600. معجمي الكتلة لاماس لاماس الكيلوغرام لو كيلوغرام لو كيلوغرام الغرام لو غرام لو غرام وزن بوزي بوزي. ننتقل إلى الصفحة الموالية. أضع علامة في خانة الأجسام الأثقل من الكيلوغرام، يعني الأثقل من الكيلوغرام يعني أكبر من الكيلوغرام. إذن هذا الميزان يوجد به 1 كيلوغرام، هذا الميزان أقل أو أخف من الكيلوغرام، هذا الميزان يوجد به يعني وزن أثقل وأكبر من الكيلوغرام. إذا نضع علامة هنا لأن هذا الميزان به جسم أكبر من الكيلوغرام. أصل الميزان بالكتلة التي يشير إليها. إذا هذا هو الميزان يشير إلى 2 كيلوغرام و 500 غرام. 1 كيلوغرام 1 كيلوغرام، 200 غرام 200 غرام 100 غرام. إذا 1 زائد 1 2 2 كيلوغرام، يعني كيلوغرامان. 200 زائد 200 400 زائد 100 500 500 غرام. 200 غرام 200 100 100 100. إذا 200 زائد 200 400 500 600 700. كيلوغرام زائد كيلوغرام 2 كيلوغرام، 200 400 500. إذا هذه الكتلة
كيلوغرامان وخمسمائة غرام، هذه الكتلة سبعمائة غرام. الميزان يشير إلى كيلوغرامان وخمسمائة غرام، إذن سوف نصل الميزان بهذه الكتلة. أرتب الأجسام من الأخف إلى الأثقل باستعمال الأعداد من واحد إلى ثلاثة. من الأخف يعني أصغر كتلة، إذن هذه الكتلة واحد كيلوغرام، اثنان كيلوغرام، ثلاثة كيلوغرام، 200 غرام زائد 100 غرام 300 غرام، 5 كيلوغرام. إذا نحن مطالبين بترتيب الأجسام من الأخف يعني من الأصغر. إذا لدينا 5 كيلوغرام، 300 غرام، 3 كيلوغرام. إذا أصغر كتلة هي 300 غرام، ثم يليها 3 كيلوغرام، والمرتبة الثالثة هي 5 كيلوغرام. قالت عائشة: الكتلتان متساويتان. أتأكد ثم أحيط الجواب الصحيح. إذا واحد كيلوغرام 100 غرام، هنا 500 غرام، 200 غرام، 100 غرام. إذا 500 زائد 200 700 زائد 100 800. هنا واحد كيلوغرام و100 غرام. هل الكتلتان متساويتان؟ لا. إذا أحيط الجواب الصحيح. أحسب كتلة المواد الغذائية 3، ثم أرسم معقرب الميزان. إذا أحسب كتلة المواد الغذائية 3. إذا لدينا 250 غرام، 500 غرام، 200 غرام. إذا 0 زائد 0 زائد 0، 5 زائد 0 زائد 0، 2 زائد 5 زائد 2، 9. إذن المجموع 950 غرام. سوف نرسم معقرب الميزان، يعني 0 كيلوغرام 1 كيلوغرام. هنا ينقص 50 غرام عن الكيلو. ننتقل إلى الصفحة الموالية. أرتب كتل الأطفال من الأخف إلى الأثقل باستعمال الرمز أصغر من، يعني من الأخف إلى الأثقل. إذن من أصغر كتلة إلى أكبر كتلة. 25 كيلوغرام، 23 كيلوغرام، 26 كيلوغرام، 29 كيلوغرام. هذه الأعداد كلها تتكون من رقمين، نقارن رقم العشرات 2 2 2 2. ننتقل إلى مقارنة رقم الوحدات 5 3 6 9. إذا أصغر هذه الأرقام هو 3، إذا 23 5 6 9. إذا 5 25 كيلوغرام. إذا بقي 6 9 26 كيلوغرام، وأخيرا 29 كيلوغرام. إذا 23 كيلوغرام أصغر من 25 كيلوغرام، أصغر من 26 كيلوغرام، أصغر من 29 كيلوغرام. أضع علامة في الخانات المناسبة لأعبر عن كتلة ما يلي. إذا لدينا هنا كتل، وهنا لدينا هذا الأرنب وزنه واحد كيلوغرام ومئتان غرام. إذا لأعبر هذه الكتلة أضع علامة في الخانة المناسبة. إذا واحد كيلوغرام، واحد كيلوغرام، مئتان غرام. إذا كيلوغرام ومئتان غرام. هذه الدجاجة 750. إذا نفكك هذا العدد 750. إذا لدينا 500، لدينا 200، 500 زائد 200 700، ثم 50. نعم، إذا 500 زائد 200 700 زائد 50 750 غرام. هذه السمكة تزن 530 غرام. إذا 530 30 لدينا 20 و 10. إذا 520 زائد 10 530. أحسب كتلة كل حيوان. إذا نلاحظ جيدا هذه الصورة. إذا الميزان الأول، إذا لدينا هذه الدجاجة تزن يعني 2 كيلوغرام، لأن هنا الكفتان متساويتان بشكل متوازي، يعني أن وزن الدجاجة 2 كيلوغرام. هنا لدينا الدجاجة والأرنب، يعني الميزان في حالة توازن، الكفتان متساويتان يعني
كتلة الأرنب تساوي كتلة الدجاجة يعني الأرنب 2 كيلوغرام. هنا في هذا الميزان لدينا الدجاجة والأرنب، كتلتهما تساوي كتلة الديك الرومي، يعني الديك الرومي يساوي 4 كيلوغرام. 2 كيلوغرام زائد 2 كيلوغرام 4 كيلوغرام. أحسب كتلة الديك الرومي. إذن في هذا الميزان لدينا هنا هذه الكتلة تساوي 100 غرام زائد 200 300 غرام 1 كيلوغرام و 300 غرام. هنا لدينا 1 كيلوغرام وهذا الجسم. إذن هذا الجسم كم يساوي؟ أن هنا لدينا 1 كيلوغرام 1 كيلوغرام 300 غرام 300 غرام. إذا هذا الجسم يساوي 300 غرام. إذا لدينا 1 كيلوغرام زائد 300 يساوي 1 كيلوغرام و 300. إذا هذا الجسم يساوي 300 غرام وهنا 1 كيلوغرام. يعني 1 كيلوغرام 300 غرام 1 كيلوغرام 300 غرام. نحسب هذه الكتلة. إذا 1 كيلوغرام 1 كيلوغرام يعني كيلوغرامان، 100 غرام زائد 500 غرام زائد 200. إذا 100 زائد 500 600، 600 زائد 2 800. هنا كيلوغرام. إذا كيلوغرام كيلوغرام كيلوغرامان، 100 زائد 500 600، 600 زائد 2 800. هنا لدينا الديك الرومي ولدينا هنا 300 غرام كما توصلنا إليها في الميزان الأول. إذن كتلة هذا الجسم 300 غرام. إذن سوف ننقص من هذه الكتلة 300 غرام لنتمكن من معرفة كتلة الديك الرومي. إذن 1 كيلوغرام 300 غرام ناقص 1 كيلوغرام يساوي 300 غرام. إذن هذه هي كتلة الجسم الأحمر، كتلة الديك الرومي إذن 2 كيلوغرام 800 غرام ناقص 300 غرام يساوي 2 كيلوغرام 500 غرام. إذن هذه هي كتلة الديك الرومي. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.